النهارده انتهت المهله اللي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجهزه الدوله لازاله التعديات على اراضي الدوله واسترداد الاراضي الخاضعه لوضع اليد دون زراعه او استصلاح. وزاره التنميه المحليه شكلت غرفة عمليات بتتابع على مدار الساعة أعمال إزالة التعديات في كل المحافظات، وفي عدد كبير من المحافظات وصلت نسبة الإزالة فيها إلى 100%. تفاصيل أكثر معنا على تليفون الأستاذ أحمد أيوب المتحدث باسم اللجنة القومية لاسترداد أراضي الدولة. طيب في البداية أستاذ أحمد ألف مبروك على تولي رئاسة تحرير جريدة المصور. ربنا يخليك يا أستاذ عمرو، ربنا يوفقك وربنا يجعلنا إن شاء الله قدرنا نواصل مسيره هذه المجله العظيمه العريقه في اداء دورها التنوير ان شاء الله. ان شاء الله. حجم الاراضي المسترده هل فعلا وصل ل 700 الف فدان على مستوى الجمهوريه؟ يعني هو الارقام كتير، وانما عشان كده يمكن زي سياده الرئيس ان هو هيعقد مؤتمر شعبي يحضره المحافظون ومدير الامن قاده الجيوش والمناطق خلال ايام يمكن او بعد انتهاء المهله للاعلان بقى عن الارقام الرسميه الحقيقيه التي تم استردادها. فيعني اعتقد اي ارقام هتطلع قبل هذا المؤتمر هتكون ارقام مش منضبطه. طب لو اتكلمنا عن نسبه الازاله، هل فعلا في محافظات نسبه الازاله فيها وصلت 100%؟ في يعني حسب ما علمت فعلا في محافظات وصلت 100%، وفي بعض المحافظات يعني طيب يبدو عندنا مشكلة في نقاوة الصوت مع الأستاذ أحمد أيوب. عموما أنا بعتذر، في مشكلة في الإشارة وفي السيجنال. أنا بشكر الأستاذ أحمد أيوب، شكرا جزيلا على مشاركته معنا.